الدوري ومنتخب السعودي الشقيق بحيث هناك مباراة حاسمة حلوة. جي سجون خطوة الفريق قادم في جول في جول جول واضحة واضحة حلوة 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 فرقة كبيرة وجي سجون حلوة والله مشي فيها بشكل جيد. اتوقع الخط 18 ويارد وعلى طول داخل الستة وعلى يمين حارس المرمى والحارس المرمى وريد عبد الله الذي لم يفعل سوى التفرج على الكرة وهي تعانق الشباك بهدف آخر. ومنتخبنا البحرين الأولمبي يقدم مباراة كبيرة أمام فريق كبير مثل المنتخب السعودي الشقيق الأولمبي بتقدمه بهدف آخر تعزيزي من قبل اللاعب جيسي جون اللاعب رقم 12 ونتيجة طيبة نتيجة إيجابية. وأشاهد معاي الآن الكابتن القدير الكابتن المخضرم طبعا ناصر الجوهر قني عن التعريف.